سكوت سكوت بعد ما فهمكم تكلموا قولكم حسب الشيء اللي راني نسمع فيه جحا عيسى والحواس مقصرين في حق نساهم وظالمينهم. يا سيد القاضي المرأة اللي ما تطيعش راجلها لازم يرجعها للطريق والو مش حتى تتعرف الزيتون. نعم الدين الحنيف يوصينا بالرأف بالحيوان، فما بالك المرأة اللي راهي إنسان كامل. صح سيد القاضي، لكن هذا ما يعنيش المرأة ترجع هي الرجل وتتحكم في رجلها. نعم أنا أقولها لك يا سيد القاضي، بزاف عينا الخدمة شغل الدار والفلاحة وخلي وخلي وزيد يشخر في الليل ويسك كيف حمار. سكات سكات، أنا نظن أن الحكم العادل أنكم ترجعوا لدياركم وتصلحوا بيناتكم خير. لا تفضلوا تفضلوا. هذا كلام صواب يا سيد القاضي. لونجا هيا رجعوا للدار. يا جحا واش من صلح؟ انسان يمرم دونا في دار القاضي رجاله ولا بطلنا؟ رجاله. انا سيد القاضي زوجة عيسى، جيت نشكي ظلم هذا الراجل ليا والحقره نتاعو. مدايرت لي ثورة في الدار هاكم تشوفوا هذو معاهم الصلح هذو. ما كانش هذو معاهم الصلح هذو كانش. وانا يا سيد القاضي راني ام نونجا، راني مع بنتي ومع جميع النساء وكل ما يقولوه، على خاطر ما بقاش رجال في هذا الزمان. ها وانا راجلي الله يرحمه كان سما خلاص. إليه مين كاش ما قلت ولا بركات يكفينا، رجالنا ما مش قايمين بينا. المثل يقول قوم ولا طلق، هما ما قاموش احنا اللي نطلقوا. وانا سيد القاضي زوجتك. الله اكبر. انا مع لوجه وكل النساء ضدك ضد كل الرجال، وانا مع لوجه في كل ما تقول. يعطيك الصحه. هما لك يعاد هكذا؟ واش تحب نقول لكم؟ حتى انا مع جحا ومع الرجال في كل ما يقولوا. وانت ما دمك مع جحا ومع الرجاله عمرك ولا تكون عادل. انت قاضي ظلمت حتى مرتك. اسمعوا يا نسا، راهي تقول لكم نونجا غدوه تروحوا تشكيوا بهم عند الحاكم خير. انا انت هي انت يعني نقول لكم المشكل هذا ما يحل غير الطلاق الجماعي وطريحه جماعيه. وانا نقول لكم انتبهوا الحكايه هذه وراهي رايحه. تفضلوا اطرحوا مشاكلكم. باسم كل نساء المدينه سيدي الحاكم، الرجال راهم ظالميننا واستغلوا ضعفنا، نطلبوا منك يا سيدي الحاكم تحكم بالعدل وتنصفنا. شكون اللي يتكلم باسم الرجال؟ جحا. سيد الحاكم ولو النساء عندهم الحق فيما طالبين، بس هذا ما يطلبش كل هذا الشيء. يقدر الانسان يغلط مع زوجته بلا ما يقيس تماسك العائله وهيبتها، وهذا مهم لمدينتنا. صدقت يا جحا. ينسى نقترح عليكم الصلح وعوده ميمونه لدياركم، ونوعدكم ما نسمح لحتى راجل يزيد يتعدى فيكم ولا يظلمكم. سامحني يا سيد الحاكم، انا راني مع لونجا وكل النساء في مطالبهم، ونطلب منك الانصاف على خاطر انت تاني ظلمتني. وانا كيف اذا انتم رفضتوا الصلح انا تنيني مع جحا والرجال. صح يا سيدنا الحاكم، انا نقترح الطلاق الجماعي
ونطلب من الجنود يلموا لنا العرف تاع الزيتون. عرف الزيتون هذو كليتهم حق انتوما ما تستاهلوا انتوما. معليش خلاص. خايف يا سيد الحاكم نروحوا للسلطان ويصير مسرى للقاضي وليك ومن بعد لازم حل. ما عرف وين راح توصلنا هالحكايه يا رجاله. ما نعرف. ما نعرف.